برجاء الضغط على الاشتراك باللون الأحمر والجرس حتى يتسنى لي الاستمرار في العمل نقطة. مع الشكر الخالص لسيادتكم. الجزء الثاني من القضية 250 أمن دولة عليا. اقتحام السجون المصرية وكمان بعض الأقسام. وطبقا لاعترافات زياد العليمي اللي نشرتها دوتش فيلا الألمانية في 2 يونيو 2011 واللي اعترف فيها زياد العليمي اللي هو متحدث ائتلاف شباب الثورة ان هناك المكون من 5 وسائل شبابية هي اللي قامت بمظاهرات للتغطية على عمليات اقتحام السجون من فئة اخرى مدربة. وزي ما قلنا المجموعات اللي هي 5 الشبابية ديت اللي هي حملة البرادعي وحركة 6 ابريل وشباب العدالة والحرية وشباب حزب الجبهة الديمقراطية وشباب جماعة الإخوان المسلمين. وكمان طبقا لشهادة اللواء حسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة الأسبق وهو بيتكلم أمام محكمة الجنايات في قضية اقتحام الحدود قال إيه؟ قال إذا تتبعنا الخط على استقامته فإن هذه المظاهرات يا سادة كانت غطاء للعناصر المدربة التي قامت باقتحام أقسام الشرطة ومديريات الأمن بالتزامن في جميع المحافظات. يعني مش بس 16 محافظة، أكتر كمان من 16 محافظة. وكانت هي عنصر اللي هي المظاهرات طبعا عنصر لإشغال الحقيقي لقوات الأمن عن متابعة العناصر اللي بتقوم باقتحام الحدود وكمان مهاجمة السجون لتهريب عناصر الإخوان اللي كان منها مين بقى؟ كان منها محمد مرسي وقادة جماعة الإخوان اللي كانوا مسجونين فين؟ في سجن وادي النطرون. نرجع بقى لإيه؟ للقضية 250 أمن دولة عليا. في القضية 250 أمن دولة عليا يذكر أنه كلما تقدم أو تقدم سير التحقيقات يتم كشف عمالة وخيانة البعض فيتم إضافة أسماء إلى قائمة المتهمين حتى وصل عدد المتهمين في هذه القضية إلى أكثر من 100 شخص. وعند تم شهادة المشير حسين طنطاوي والسيد مراد موافي في طبعا بتاع المخابرات في قضية قتل المتظاهرين أخذت القضية منحنى خطير حيث أثبتت التسجيلات والمستندات أن محمد البرادعي هو رأس حربة المؤامرة بتاعة هذا العمل والمشارك بها مع أجهزة مخابراتية أمريكية وغربية وقطرية كمان. يتحدث البرادعي في تسريب له مع عميل المخابرات اللي هو اسمه الحركي دان وطبعا كان متلبس بتسريب معلومات بتهدد الأمن القومي المصري. وفي مفاجأة من العيار الثقيل تقدم عبد الرحيم علي ده الصحفي يعني اسمه عبد الرحيم علي ب5 بلاغات على يد محامي مرتضى منصور إلى النائب العام المستشار هشام بركات الله يرحمه. اتهم عبد الرحيم علي فيها الدكتور حازم الببلاوي اللي هو كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت بالتستر على عدد من النشطاء السياسيين الذين تم تسريب تسجيلات صوتية لهم تكشف تورطهم في عملية اقتحام مقر أمن الدولة العليا خلال أحداث 25 يناير 2011 وكمان التخابر مع جهات أجنبية وأيضا الحصول على تمويل أجنبي. وقام بتسليم النيابة نسخة من التسجيلات السابق الإشارة إليها. وطبعا
طبقا لتحقيقات القضية 250 أمن دولة عليا، وبعد ورود تحريات جهازي المخابرات العامة والأمن الوطني المصري، تم ضم أسماء العديد من الناشطين. نذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر مصطفى النجار، وائل غنيم، إشراء عبد الفتاح، أسماء محفوظ، عبد الرحمن يوسف الأرضاوي اللي هو ابن الشيخ الأرضاوي، وأحمد ماري اللي هو بتاع 6 إبريل، ومحمد عادل ومحمد عباس وكمان محمد سوك، بالإضافة لـ8 من قيادات الصف الثاني من حركة الشباب 6 إبريل. والأهم من ذلك يا سادة، القبض أو اتهام 6 إعلاميين بتوع قنوات فضائية، مع وضع أسماء غير المتواجدين منهم في مصر على قوائم الترقب والوصول. وكان هدف هؤلاء الناس اللي هم المتهمين إنشاء جماعات وحركات تعمل على تعطيل الدستور والقانون المصري، وكمان الاعتداء على مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، كمان برضو تنفيذ أعمال من شأنها التأثير على القوات المسلحة المصرية وبث الفرقة داخل صفوف القوات المسلحة وتجدير السلم والأمن العام المصري. وأظهرت التسريبات والمكالمات اللي سجلت لكل هؤلاء العملاء وجود مصادر لتمويل وتخابر مع جهات خارجية، سواء إذا كانت أوروبية أو أمريكية أو عربية يعني قطرية، بهدف تنفيذ مشروع تقسيم الشرق الأوسط ومصر طبعا، وذلك بمعاونة جهات أصرت على الإضرار بمصالح مصر الاقتصادية والسياسية وكمان الأمنية. تضم القضية 250 حاليا 12,000 ورقة و3,000 مكالمة و4,000 فيديو. في 14 يناير سنة 2014 تقدم المحاميان يسري عبد الرازق عبد الرؤوف ومحمد عبد الرازق عبد الرؤوف وكيلان عن كل من وفاء سعد السيد ونشوى صفاء الدين حسين وعدد آخر من المواطنين ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات رحمة الله عليه، ضد كل من ورد اسمه في تسجيلات عبد الرحيم علي. فتم ضم أسماء جديدة للقضية منها بعض أشهر الإعلاميين. وقد قرر المرحوم الشهيد هشام بركات النائب العام الأسبق أصدر قرارا بالتحقيق مع هؤلاء ومنع النشر في القضية 250 أمن دولة عليا، وذلك قبل مقتله في الانفجار بيوم واحد فقط، يعني كانوا قاصدين يقتلوه. وكانت تلك الأسماء التي أصدرها المستشار هشام بركات اللي هو النائب العام السابق بالتحقيق معهم في القضية 250 أمن الدولة العليا قبل اغتياله بيوم واحد تضم أسماء مشهورة كثيرة، معظمهم أعضاء في حركة 6 أبريل والإخوان المسلمين وغيرهم كما أشرنا سابقا، وأعضاء بارزين من الإعلاميين وعلاء الأسواني وعبد المنعم أبو الفتوح والشيخ محمد حسان ومن الرياضيين أسماء كثيرة. وأكد الصحفي وعضو البرلمان في ذلك الوقت عبد الرحيم علي أنه سوف يفتح القضية 250 أمن الدولة عليا تحت قبة البرلمان، ولكن في التوقيت المناسب الذي ستكون فيه مصر في حالة استقرار. حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. برجاء الضغط على الاشتراك باللون الأحمر والجرسي حتى يتسنى لي الاستمرار في العمل نقطة. مع الشكر الخالص لسيادتكم.